ويكفي أنه تيبي مازندي. شوط ثاني نكون أو لا نكون، الهلال باحتمال إما أن نفوز وإما أن نفوز، يعني ما في درب إلا درب الانتصار في مباراة اليوم. الهلال يدخل هذه المباراة وفي رصيده 5 نقاط، تيبي مازيمبي يدخل هذه المباراة وفي رصيده 8 نقاط متصدرا لهذه المجموعة، مباراة تعني الصدارة. تشكيلة الفريقين لا تغييرات لمستجدات. مازيمبي يدخل بكديابة في حراسة المرمى، خط الدفاع أبواتينغ، كيمواكي، كوليبالي، فرايمبونغ، منتصف الملعب ديارا وبوكادي الجيناي وكلابا أسالا، وفي خط المقدمة ساماتا، بينما الهلال ماكسيم حراسة المرمى، خط الدفاع عبد اللطيف بوي، مساوي، مالك محمد، سليمان سيسي، منتصف الملعب نزار حامد، نصر الدين الشغيل، وبشا أندرزينهو، ولدينا مدثر كاريكا وأطهر الطاهر باللون الأزرق يلعب الهلال على يسار الشاشة، وباللون الأبيض موشح باللون الأسود يلعب مازيمبي على يمين الشاشة. كرة ملعوبة من جانب نزار حامد، حكم المباراة هو الحكم التونسي يوسف السرايري. نزار يبحث عن المرور والتقدم للأمام، تمريرة ماشي وين للأمام نزار، مرت الكرة من أمام نزار، والمطالبة بلمسة يد، لمسة يد تاتي أمامنا. حكم المباراة من الحكام اللي يتعامل بالعاطفة، يتعامل بالعاطفة وبروح القانون، من أقل الحكام على صعيد القارة الأفريقية إخراج للبطاقات أو التعامل بلغة البطاقات، لذلك رحيم في كثير من الأحيان باللاعبين التونسي الحاضر أمامنا يوسف السرايري. خطأ يأتي إذا لصالح الهلال، وكرة مع مدثر كاريكا، تقدم أصحاب الأطوال، نزار حامد، نصر الدين الشغيل، وسيف مساوي، أندرزينهو مع الكرة، وغالبا هو من سيتولاها أندرزينهو. أندرزينهو كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء من جانب أندرزينهو، والبحث عن كرة عرضية ممتازة ملعوبة، لعبة كان متفق عليها بين أندرزينهو وعبد اللطيف بوي، ولكن قراءة دفاعية من جانب تيبي مازيمبي. الكرة إلى رمية تماس، إلى رمية تماس، مبعدة كانت عن طريق فرايمبونغ، رمية تماس، رمية تماس، ولدينا بويا في تنفيذ رمية التماس ملعوبة من جانب بوي، تحت الضغط أندرزينهو يبحث عن مهارته، تمريرة، محاولة، تسديدة، ولكن تصطدم الكرة بأن جيناي، تعود لسيف مساوي، مساوي يلعب الكرة مباشرة للأمام، تمريرة، استلام وترويض، ما في حاجة الكرة الماضية، الشغيل يبقى ونزار حامد، يا سلام على التمريرة البينية والعرضية والرأسية، ضاعت 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 وعدت الكرة الماضية ورافضة رافضة حتى الآن، وما بي لبشة إلى حين اللحظة الكرة، ولكن لعبة فيها جماعية الأداء، معزوفة وسيف منية هلالية في اللقطة الماضية ما أجملها، ولكن الختام لم يكن كما شاء محمد بشة أو كما شاء الهلالا في اللقطة الماضية، الكرة إلى خارج أرضية الملعب، حصر على ضياع الكرة الماضية، فيها كل الجمال وفيها جماعية الأداء، ولكن يا فرحة ما تمت على الكرة الماضية، القادم أجمل بإذن الله. خطأ يأتي أمامنا، خطأ، خطأ هو في التنفيذ، أتشيناي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، أتشيناي الكرة ملعوبة عالية وإلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى، إلى حين اللحظة كما يتضح في الشاشة عزيز المشاهد الصدارة هلالية حتى حين اللحظة، ونحن نلعب في 5 دقائق على شوط المباراة الأول، 5 دقائق، ركلة مرمى، ركلة مرمى، 5 دقائق ولسه 40 دقيقة وما أطولها على الهلالابي. كرة ملعوبة في منتصف الملعب، ركلة حرة مباشرة لصالح الهلال في عامن كما ذكرنا ارتفعت فيه، يعني أو سقف الآمال ارتفع بصورة كبيرة جدا بالنسبة لجماهير الكرة السودانية خصوصا في هذا العام، يعني الفرق السوداني كان مشاركة الهلال والمريخ إقناعا، والدرب أعتقد أن معبد وميسر، ميسر أكثر من أي وقت مضى
تحديدا لفريقي القمة في السودان. الكرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تمريرة تلعب مباشرة اللي الحاضر أمامنا في الصورة. بواتينج يلعب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، وبواتينج يلعبها إلى خارج أرضية الملعب. التعامل مع كل مباراة على إنها بطولة لهو بالأمر الرائع. فيما مضى كان كثير يعني يتم التفاؤل بصورة كبيرة جدا، ويتم في بعض الأحيان الاستعداد للسعادة ورسم الآمال قبل الأجل. تمريرة تلعب على الكرة الماضية مهما كان الأداء، لذلك هذه السنة الاعتماد أو اللعب حتى من جانب الهلال والمريخ. هنا التمريرة ملعوبة والكرة البينية داخل منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب. إبعاد الكرة إلى ركلة مرمى، إلى ركلة ركنية عفوا، ركلة ركنية، ركلة ركنية لصالح تيبي مازيمبي. ركلة ركنية لصالح تيبي مازيمبي، وكرة تلعب داخل منطقة الجزاء ملعوبة ومرت من جانب ماكسيم ابعاد في اللقطة الماضية عن طريق ماكسيم. الكرة ملعوبة للأمام لصالح الهلال، وينك يا كاريكا؟ مرت ملعوبة من جانب كيم ووكي، تقدم في الأمام عن طريق الحاضر أمام فريم بونج، يلعب الكرة عالية فريم بونج داخل منطقة الجزاء. وشوف كم لاعب من مازيمبي داخل منطقة الجزاء، كم لاعب من مازيمبي في حالة الهجمة داخل منطقة الجزاء. مازيمبي من زمان يعني تتغير الأسماء في عالم التدريب ويتغير المدرب بالنسبة لمازيمبي، ويبقى هناك أمر راسخا ثابتا. مازيمبي في حالة الهجوم أو في حالة الارتداد الهجومي تجد إعصار من اللاعبين أو اجتياح كامل من اللاعبين داخل مناطق الجزاء أكثر من لاعب وإن كان الفريق مدافعا. ركلة مرمى في لحظات ترتفع في الآهات والأصوات حتى الآن، وضجة الشوق والهواجس لانتصار حتى الآن يغلف ملعب الهلال. تمريرة ملعوبة والكرة تصل إلى أندرزينهو، يحاول التقدم أندرزينهو. تمريرة تلعب الكرة للأمام من جانب أندرزينهو، التغطية من جانب سيف مساوي، مساوي وإبعاد الكرة بصورة ممتازة عن طريق مساوي. سيسي يلعب مباشرة بشة، نقلة للأمام وكريك عاد مصر التسلل، وينك يا أطهر الطاهر؟ تستخلص الكرة إلى رمية تمس، إلى رمية تمس. رمي التماس ملعوبة، ملعوبة إلى خطأ لصالح الهلال. وحتى الآن الدكة الحاضرة بقيادة هذا صاحب ال 45 عام المدرب، حاضر أمام في الصورة باتريك كارتيرون. إلى حين اللحظة لا حيلة كما ذكرنا سوى الصمت حتى الآن والقلق إلى حين اللحظة. تمريرة ملعوبة وانطلاقة مباشرة تأتي أمامنا، الكرة البينية لصالح تيبي مازيمبي، البحث عن عرضية ملعوبة، الكرة العرضية ولكن ماكسيم، ماكسيم بالمرصاد، ضمان وأمان ماكسيم مباشرة. هنا قرع على الطبول من جانب المشجع المعروف الهلالابي، وتمريرة تعود مباشرة. وإن كان الحديث عن الجمهور فيطول الحديث تحديدا عن الجماهير وتحديدا الموجودة في المدرجات والموجودة في المصاطب الشعبية، وهي القيمة الحقيقية لكرة القدم السودانية. وإن غابت الألقاب عنها، إن غابت هذه الجماهير الحاضرة، لا يملكون من الحول غير قلوب يملأها اليقين بالله دائما وأمانيها كبيرة في فريقها، ولا يملكون من الحياة غير أسماء تهتف بأسماء فريقها صباحها ومساءها ودعوات بأن تحسر أمورها. هذا هو حالها لكثير من جماهير الكرة السودانية. اللاعب الذي كما ذكرنا يطغى عليه محبة الفريق حتى على لقمة عيشة، لذلك يا بشة والمجموعة كلها المهمة كبيرة على عاتقكم وكاحلكم لرسم الابتسامة على هذه الجماهير. تمرير ملعوبة والكرة تلعب في منتصف الملعب، نقلة في الأمام، انطلاقة تعود لصالح تيبي مازيمبي الخطير بهجمات المرتدة في الشوط الثاني، محاولة للمرور ولكن مساوي قال له وين وين، ما في درب، ما في درب وما في زول يعدي من هنا، تعليمات واضحة ما في زول يعدي من هنا. محاولة ملعوبة عن طريق أندرسينهو تصل لمنتصف الملعب. أنجيناي تغيير اتجاه اللعب من جانب أنجيناي، نقلة إلى ديارة تلعب الكرة في الأمام من جانب ديارة،
حاولت التقدم وعبد اللطيف بويا في التغطية الدفاعية، ملعوبة من جانب عبد اللطيف بوي إلى فراين بونك. شوط ثاني حتى الآن السيطرة فيه لتيبي مازيمبي. تمريرة عن طريق ساماتا، يلعب الكرة ساماتا والبحث عن كرة عرضية. وينك وينك يا ماكسيم؟ ماكسيم وعملاق التيم، عملاق التيم ماكسيم يبعد الكرة الماضية ويتعملق أعلى من الجميع، والكرة مع ماكسيم. حارس من الأسماء اللي يعني تطمئن في وجوده، تطمئن في وجوده، إن كان ماكسيم أو كان جمال سالم على المريخ أسامي يعني تطمئن في وجودها، بس السوداني تنوم قفا لو موجود ماكسيم أو في الجانب الآخر. كما ذكرنا الأمور اللي رجحت هذا العام كفة الفرق السودانية وأعطت لها الكثير، وبإذن الله يعني نقول ما شاء الله تبارك الله عليه. تبديل إذن لصالح تيبي مازيمبي إلى خارج أرضية الملعب. ساماتا إلى خارج أرضية الملعب، ساماتا واللاعب بولينجي إلى داخل أرضية الملعب. بولينجي هو البديل، بولينجي جوناثان بولينجي هو البديل الهجومي، بديل لساماتا. تمريرة وكرة تلعب إلى مدثر كاريكا، يبحث عن التقدم كاريكا في صراع مع أول بأول كيم واكي، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ما بيخليك معاك، ماشي معاك أول بأول يا كاريكا. كيم واكي، كيم واكي من أكثر الأسماء أو على صعيد المدافعين على مستوى قارة أفريقيا كمساك لا يعلى عليه هذا اللاعب، لا يعلى عليه خصوصا لسنوات طويلة وهو أقدم اللاعبين من تيبي مازيمبي. يعني عادي جدا بعد المباراة كاريكا تخلص المباراة تمشي بيتك في بحري تلقى معاك كيم واكي جاي معاك، جابك شنو؟ تعليمات مدرب، تعليمات مدرب بأن تكون الرقابة لصيغة. كرة ملعوبة والكرة تلعب مباشرة البينية في الأمام، والكرة بعد ذلك إلى حارس المرمى كديابا. ركلة حرة مع الحاضر أمامنا في الصورة. أبا يلعب الكرة في الأمام، كيم واكي تمريرة ومحاولة للتقدم عن طريق أسالة. الكرة إلى رمية تماس، تعود الكرة مباشرة إلى كيم واكي، يلعب الكرة في الأمام كيم واكي. أول بأول إبعاد الكرة عن طريق سيسي. وإلى رمية تماس، رمية تماس لصالح الهلال، ملعوبة من جانب سيسي، يلعبها سيسي، مرت على أطهر الطاهر إلى كيم واكي، يلعب الكرة في الأمام كيم واكي. سيف مساوي بصورة ممتازة، سيسي، نصر الدين الشغيل، نقلة في الأمام من جانب نصر الدين الشغيل، وأبعاد الكرة عن طريق الحاضر أمام بواتينغ. تعود الكرة مدثر كاريكا، يلعب التمريرة لمن؟ بلا عنوان يا مدثر كاريكا، لاعبة بلا عنوان كاريكا. الكوكي كان الله في عونه، صوته واصل إلى أذني، كوكي صوته واصل إلى أذني، توجيهات متواصلة للاعبين اسما باسم. ملعوبة ومحاولة للتقدم، البحث عن كرة عرضية. ومن بداية الشوط الأول، من بداية الشوط الأول صرخات المدرب كوكي التي أسمعها منادي المهاجمين بأدائهم للدور الدفاعي دائما كذلك، تقدم للأمام والكرة إلى خارج أرضية الملعب. يعني تلقى في حالة الهجمة يعلو صوت الكوكي دائما دائما يؤكد على هذا الأمر، الدور الدفاعي للاعبي الوسط وللمهاجمين. يعني حتى بالتونسية ارجع يا ولدي، أكثر كلمة تكررت على مسامعي إن كان لكاريكا أو لأطهر الطاهر. عادة أخطر محاولات شوط المباراة الثاني، أخطر المحاولات شوط المباراة الثاني، وهذا الأمر يعني حسرة كبيرة على ضياع الكرة الماضية، وهذا الأمر في عموم
مباريات الفرق السودانية لابد أن يكون في الحسبان وفي للاعب استغلال الفرص. هنا الجماهير الحاضرة، الجماهير التي كما ذكرنا يضد داخلها الشوق والهواجس، حاضرة أمامنا. وكما قال يعني غنوة الهلال طلت في هدافها الكل وقوفا على قلوبهم لا على أقدامهم، مشجعين مؤازرين كبارا صغارا، وكما قيل التشجيع لا بالأعمار بل بالعواطف، بالعواطف ومقدار ما تقدم لفريقك. البعض منهم يتسمر إلى حين نهاية المباراة خارج الوعي تماما، لا يرى إلا اسم الهلال، وبإذن الله تخرج هذه الجماهير مبتسمة فرحة بانتصار غال بإذن الله. قول يا الله. من الأمور يعني التي لن نذكرها تماما تعبر عن قيمة الجمهور السوداني في قبل رمضان الماضي وأثناء إحدى البرامج الإنسانية التي قمنا بها، ذهبنا لأحد الأشخاص وتحديدا في منطقة ربك في السودان، وهذه القصة تبقى خالدة في الذاكرة. وأحد الأصدقاء الزملاء من السعودية طلع كان لابس فانيلة دورتموند الألماني، وسأله شخص أي نادي، قال له دورتموند نادي عالمي، قال لي والله لا أعرف إلا نادي واحد في حياتي هو نادي الهلال، وإن عايز تعيني الحوجة اللي احتاجها تجيب لي فانيلة الهلال. والله لم يطلب أي شيء من لقمة عيشة ولكن طلب فانيلة الهلال. هنا محاولة والكرة ملعوبة، تستخلص الكرة الماضية، تعود في منتصف الملعب، تمريرة تلعب مباشرة للأمام، نقلة نقلة والكرة تعود للحاضر أمام الفاصورة فراين بونج، يلعب الكرة فراين بونج. لما ترى الشخص يقدم لقمة عيشة، وهذا أمر نادر من الممكن أن لا يصدق لولا أننا عايشنا هذا الأمر، من الممكن أن لا يصدق لأي شخص، لا يصدق أن يطلب فانيلة الهلال. وكذلك ستجد من يطلب فانيلة المريخ، كذلك قيم ثابتة في المجتمع السوداني الهلال والمريخ. تمريرة ملعوبة وكرة تلعب مباشرة في منتصف الملعب، محاولة وتغيير اتجاه اللعب للحاضر أمامنا فراين بونج، يلعب الكرة في الأمام فراين بونج، تمريرة تعود، نقلة من جانب فراين بونج إلى آخر اللاعبين كيمواكي، عايد الكرة إلى فراين بونج في منتصف الملعب، ديارة يبحث عن التقدم لي الأمام، ديارة تمريرة ملعوبة وتستخلص الكرة المافية، تعود لصالح الهلال مع أطهر الطاهر، يلعب أطهر الطاهر، تمريرة عن طريق فراين بونج، يتقدم للأمام فراين بونج، نقلة للأمام من جانب فراين بونج والكرة ملعوبة، محاولة البحث عن كرة عرضية. الشوط الثاني مازيمبي حتى الآن في شوط المباراة الثاني هو المسيطر إلى حين اللحظة، هو المسيطر وإن كانت السيطرة بنسبة، ولكن شيئا فشيء يقترب من مرمى الهلال، وبالتالي على اللاعبين مواصلة اللعب على منوال شوط المباراة الأول وحماس شوط المباراة الأول. تبديل يأتي لصالح الهلال، نزول أحد الأسماء التي نتمنى لها التوفيق بإذن الله، هو الاسم المعقود عليه آمال كبيرة جدا كموهبة قادمة مع نادي الهلال، وليد علاء الدين. إذن يأتي إلى داخل أرضية الملعب، وليد إلى داخل أرضية الملعب، كرة ملعوبة وتمريرة في منتصف الملعب، تلعب مباشرة نقلة إلى أمام لصالح الهلال للبحث عن كرة أمامية، كاريكا يبحث عن التقدم وخطأ في الكرة الماضية، خطأ يأتي في الكرة الماضية في ظل اعتراض وامتعاض من جانب كيمواكي. بالسلامة، ألف سلامة للسيسي، ألف سلامة، ألف سلامة، ألف سلامة للسيسي، سالم بإذن الله، سالم بإذن الله، وكفارة يا سيسي، سالم بإذن الله يا سيسي. خطأ يأتي لصالح الهلال، والحاضر أمامنا في الصورة أندرزينهو في تنفيذ الخطأ. أندرزينهو تمناها نظرة، فلقاء فابتسامة ففرحة،
الكرة تلعب من جانب أندرزينو تسديدة، والكرة في حائط الصد تعود من جانب أندرزينو، يلعب الكرة مباشرة للأمام من جانب أطهر وسهلة لحارس المرمى كيديابا المرتاح تماما في شوط المباراة الثاني تحديدا بعد كرة بالشاح. ملعوبة عن طريق كيديابا، يلعب الكرة في الأمام كيديابا، نصر الدين الشغيل إلى رمية تماس، رمية تماس فراين بونغ، يلعب الكرة فراين بونغ تعود في منتصف الملعب لصالح تيبي مازيمبي، بوكادي ناقل من جانب يوكادي يلعبها لفراين بونغ، نزار حامد في منتصف الملعب، وينك يا راجل الدوران من جانب نزار حامد، وخطأ خطأ لصالح نزار، خطأ لصالح نزار حامد. نزار يعني وهي وجهة نظري الشخصية تحديدا كما ذكرت اللاعب السوداني عاطفي في المشاركات الخارجية بعض الأحيان، وهي رسالة لكل الأخوة والأقلام الإعلامية عموما، اللاعب وإن قل مستواه مقارنة بما مضى فلابد أن تقل بعض الشيء حدة النقد عليه، حدة النقد والانتقاد عليه، لأنه كما ذكرنا اللاعب من يعايش اللاعب السوداني يعرف قيمة التأثر بمثل هذه الأمور، خصوصا إن كانت هناك مشاركة أولوية فلابد مشاركة خارجية فلابد أن تكون الأولوية والتقييم له والدفع المعنوي بالنسبة للاعب. كرة ملعوبة وتمريرة، تلعب الكرة في منتصف الملعب، نقلة لصالح الهلال ومحاولة هنا للتقدم، التمريرة تعود إلى ديارة في منتصف الملعب أو بوكادي، عاد الكرة لبوكادي يلعب الكرة أمامية، استلام وترويض، ما زالت النتيجة 1-0 ونتيجة هي الأخطر في كرة القدم دائما. فراين بونغ تقدم في الأمام عن طريق فراين بونغ واستخلاص الكرة عن طريق أندرزينو، وخطأ في الكرة الماضية، خطأ في الكرة الماضية. خطأ لصالح تيبي مازيمبي، ومعنا الحاضر في الصورة فراين بونغ يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ملعوبة ورأسية مبعدة من جانب نزار حامد، وبالسلامة بالسلامة بالسلامة ليك بالسلامة، هدوا يا شباب هدوا يا شباب، تدخل كان على مدثر كاريكا بالسلامة، وتدخل عاقل للأمارة من جانب كيم واكي، تدخل عاقل من جانب كيم واكي. نصر الدين الشغيل بعيد عن اللعبة، وهذه الأمور بعض الأحيان من الممكن أن تكون همسة في أذنه، في بعض الأحيان اللعبات اللي يكون بعيد عنها يندفع في بعض الأحيان كثير، يندفع في كثير من الأحيان أو بعض الأحيان في بعض اللعبات، وبالتالي تجد بطاقة مجانية اللاعب الذي كما ذكرنا أشدنا به وتطور مستواه بصورة كبيرة جدا جدا في الآونة الأخيرة لنصر الدين الشغيل، ولكن بعض الأحيان اللقطات والتدخلات واللعبات التي يتوقف فيها اللعب بعض الاعتراضات لا داعي لها، ومن المفترض التعامل معها بحكمة، وهذه رسالة لكل اللاعبين خصوصا وأن تلعب في مباريات مفصلية، من الممكن البطاقة المجانية تؤثر على مشاركتك المستقبلية، هذه أمور لابد أن تكون في الحسبان. بالسلامة بالسلامة لأطهر الطاهر، ألف سلامة لأطهر الطاهر. نلعب حتى الآن في الدقيقة 70 في مباراة يفزع لها كل المجتمع السوداني، كل المجتمع السوداني يفزع لها خصوصا يعني، وهذا العام يعني من النبرات الجميلة التي نراها في كثير من الجماهير، منهم الابتعاد عن نبرة التعصب والتهنئة الموجودة تحديدا للشقيقين الهلال والمريخ، ورحم الله طيب الذكر الدائم الذي نذكره ونحن في هذه الأيام في ذكرى وفاته عبد المجيد الصحفي الكبير عبد المجيد عبد الرازق، الرجل الذي أفنى حياته ومداد قلمه من أجل وطنه وأبناء أمته، وكان أحرص على وطنيته دائما ولم يبتغ يوما بدلا لها من كل مغريات الدنيا،
لذلك كتب في ضمير هذا الرجل أنه رجل صالح وكفى. وعموما دائما والمجتمعات مثل مجتمعنا على اختلاف، الاختلاف الرياضي والاختلاف الثقافي والاختلاف السياسي، تختلف هذه الأطياف، ودائما لا تحتاج دائما لأذكى الناس ولا أعقل الناس ولا أكثرهم علما، وإنما تحتاج للمواطن البسيط في أي مجال الذي يضع وطنه وأمته أمام عينه ويتنازل عن كبريائه مقابل نفسه وأسرته ووطنه. لذلك لابد أن يكون هناك تحديدا لمصلحة الوطن بصورة عامة تكاتف، وإن أردت أن تحارب أخاك فحاربه مدافعا لا مهاجما عنه، لا مهاجما عنه. وليت بعض الذين يتعصبون، يا ليت في نفوسهم بعض من معاني المحبة والصف كما في نفوسهم وأقلامهم أو في أحاديثهم بعض من ألفاظ القصص. وتبقى الأخوة كما قال الشاعر، تذكرت القربة أو تذكرت إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها. هذا هو الأبقى دائما، رحم الله عبد المجيد عبد الرازق، وأيضا الأستاذ الهلالابي أيضا داود مصطفى الذي انتقل إلى جوار ربع قبل أسابيع من الآن، لهم الرحمة والمغفرة بإذن الله. تمريرة ملعوبة وكرة تصل إلى الحاضر أمامنا في الصورة. كفالي يلعب التمريرة في الأمام، محاولة للتقدم عن طريق تمريرة على حدود منطقة الجزاء، وتغيير اتجاه اللعب، نقلة عن طريق أطهر، كرة من جانب أطهر يلعبها وليد، عايدة إلى أطهر في منتصف الملعب، محاولة ما زالت للتقدم، وخطأ، خطأ في الكرة الماضية، خطأ في الكرة الماضية. بالسلامة 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 لي وليد على دين. اللقطة لم تتضح بالإعادة، هل كان هناك تدخل؟ ركلة حرة مباشرة لصالح مازنبي، وفي التنفيذ الحاضر أمامنا في الصورة كيمواكي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. كيمواكي عالية والكرة مع حارس المرمى مكسي، والكرة مع مكسي. ملعوبة الكرة من جانب ماكسيم، وليد حاولت الاستلام، مرت الكرة من أمام وليد، تعود للحاضر أمامنا. بواتينج يعيد الكرة، بواتينج إلى كوليبالي، خيال أمام من جانب كوليبالي، راية التسلل، راية التسلل نعم موجودة في اللقطة الماضية. كل بين مالك وبين عبد اللطيف بوي وجام الساوي، قال لهم الأمن مستتب وعادي جدا في اللقطة الماضية. تحصل تدخل كان دون اتفاق، مرت الكرة إذا ركلة حرة مباشرة لصالح الهلال، ركلة حرة مباشرة لصالح الهلال. واسمع يا من تسمع على نسق واحد ووتيرة واحدة تلهب الكفوف تشفيعا تصفيقا مؤازرة. الكرة ملعوبة في الأمام، بوكادي أسالي، أسالي إلى بواتينج يلعب الكرة في الأمام، بواتينج سلام عن طريق البديل جوناثان بولنجي، وإلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. رمية تماس، وبواتينج في التنفيذ يلعب الكرة في الأمام، وبواتينج تعود مباشرة إلى رمية تماس لصالح الهلال. ملعوبة من جانب أطهر يلعب الكرة في الأمام، أطهر تولى مكان وليد وعاد لمكان سليمان السيسي، كرة ملعوبة تستخلص الكرة، بيشوب يلعب الكرة لنصر الدين الشغيل، محاولة للتقدم أمامنا. الهلال حتى الآن يبحث عن أكثر من تمريرة أو بعض أو استعادة بعض من عافية شوط المباراة الأول أو مستوى الشوط الأول الذي كان عليه يظهر بصورة واضحة تماما. ارتخى بعض الشيء الأداء، بعض الشيء الأداء ارتخى إذا ما قرناه بشوط المباراة الأول. كنا ننطق لأكثر من مرة الشغيل، نزار حامد، بشا، طال غياب ذكرهم حتى الآن تحديدا هذه الأسماء، إن كان بشا أو نزار حامد أو كاريكا. كرة ملعوبة
نتمنى ان تكون العوده باثر رجعي بل بهدف. تمريره وكره تلعب للامام، انطلاقه عن طريق فرايم بونج، يتقدم للامام وسرعه الانطلاقه والتامين الدفاعي بمبدا الضمان والامان الى رمي التماس عن طريق مالك محمد. رمي التماس لصالح مازنبي. نصل لربع ساعه وهانت بعض الشيء. ربع ساعه رمي التماس، كرة ملعوبة مباشرة، استخلاص ياتي امامنا، محاولة التقدم والمرور ولعب بجماعية نزار يا حامد، نقلة تعود الكرة إلى ديارة، تقدم في الأمام الجانب ديارة والكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة لصالح مازنبي، البحث عن تسديدة، وينك وينك يا ماكسيم؟ موجود ماكسيم في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب قبل أن تصل الكرة إلى كلابة. محاولة كانت أمامنا عن طريق جوناثان بولنجي. بالسلامة بالسلامة لعبد اللطيف بوي. حتى الآن إلى حين اللحظة كما ذكرنا الهلال أمام ست فرق كنغولية طوال تاريخ منافسات الهلال. 17 مباراة لعبها الهلال أمام كل الفرق الكنغولية. كم مباراة؟ 17 مباراة. فاز في 6، تعادل في 7، وخسر 4 مباريات. طوال هذه المباريات أو أمام كل الفرق الكنغولية سجل الهلال 25 هدف وتلقى 20 هدف في مرماه، ولديه 16 لاعب تناوب على إحراز هذه الأهداف. أول لقاء من الذاكرة ومن الذكريات كان للهلال أمام ريال دينوار أو الشياطين الزرق، وكان عام 66 بأكبر نتيجة كانت في ذاك الوقت أو حتى الآن أفريقيا، 6 مقابل هدف واحد، وسجلها كل من شاويش هاتريك، جكسة هدفين، وعبد المحمود هدف. هي مباراة من الذاكرة لأول لقاء للهلال مع فريق من الكونغو. تبديل اللي صالح تيبي مازنبي، تبديل اللي تيبي مازنبي، وداخل إلى داخل أرضية الملعب اللاعب أسانتا. أسانتي إلى داخل أرضية الملعب من جانب تيبي مازنبي، هو اللي دخل. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء ومحاورة رأسية، فيها الخطورة وكل الخطورة، ولكن يا سلام عليك يا مكسيم، سلام عليك يا مكسيم، إنقاذ وإبداع. شوف يا دوب الراجل داخي، يا دوب اللمسة الأولى. الحاضر أمامنا أسانتي، ملعوب الكرة رأسية وأصمتت ملعب الهلال. كرة تخوف بل تقلق تقلق كل مدرمان الكرة الماضية، ولكن ماكسيم يتصدى بتألق وبصورة كبيرة جدا. ما شاء الله تبارك الله يا ماكسيم. لعبة هي الأخطر مع لعبة بشر، هي الأخطر في شوط المباراة الثاني، ولكن تألق بصورة كبيرة جدا من جانب ماكسيم. رجل أسانتي دخل ويا دوب ما قال بسم الله، ما استفتح المباراة وقال بسم الله إلا وكاد أن يأتي بأولى الأهداف. دور كبير جدا لماكسيم. صفر حتى الآن، وما أطول الصبر، وما أطول الصبر على نتيجة 1-0 من هذا الجمهور الحاضر أمامنا في الصورة. ما أطول الصبر على هذه، الكل كما ذكرنا يروض نفسه على الصبر، الكل يروض نفسه على الصبر. يعني والأمور والأمر الذي من الممكن أن تكون إيجابية هذا العام كما ذكرنا حتى من خلال الجماهير، من خلال الجماهير رغم الآمال الكبيرة، ولكن أخذ كل مباراة على حداها، أخذ كل مباراة على هداها. من قبل كما ذكرنا كانت الآمال كبيرة جدا تعلق، وكان لا سقف للأمل، بل أن الكل يرسم السعادة اللقب قبل الواقع. لذلك يأتي الحزن مضاعفا، يأتي الحزن مضاعفا بخروج عموما إن كان مشاركة الهلال أو كانت المريخ، ولكن هذا العام حتى الآن الكل يقتصد
في آماله وفي أمنياته، يقتصد، الطموح موجود، الأمل موجود، الواقع يقول بأن لا، بإذن الله يكون هناك فريق سوداني في المباراة النهائية والاثنين ولما لا، ولكن الكل يقتصد في آماله خلال هذا العام، يتفائل أي نعم ولكن دون المبالغة. رمية تماس ذاتي أمامنا ونصل للدقيقة 80 وهمتكم يا شباب لم يتبقى إلا القليل، لم يتبقى إلا القليل يا طاهر الطاهر. كرة ملعوبة، تلعب الكرة مباشرة، محاولة الاستلام عن طريق كاريكا، وطال غيابك يا راجل طال في شوط المباراة الثاني. ملعوب الكرة إلى كوليبالي، يلعب الكرة كوليبالي إلى كيمواكي، تقدم من جانب كيمواكي، كيمواكي هو تمريرة، ملعوب الكرة عالية، استلام داخل منطقة الجزاء، وينك يا مكسيم، وينك يا الأمين مكسيم، وينك يا الأمين مكسيم بالمرصاد، نناجيه نناديه، مباشرة يأتي الرد منه لماكسيم. ملعوب الكرة في منتصف الملعب، ونقل على حدود منطقة الجزاء، جوناثان بولينغي يلعب الكرة مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء العرضية، مرة تعدت الكرة الماضية. ركلة ركنية لصالح تيبي مازيمبي، وتبديل من جانب الهلال، أندرزينهو إلى خارج أرضية الملعب، أندرزينهو إلى خارج أرضية الملعب، وعماد إلى داخل أرضية الملعب. تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ومحاولة ما زالت الكرة أمامنا، إبعاد الكرة عن طريق كاريكا، مرت الكرة، خالد بخيت يقول لمكسيم عملت عليك بالتمريرة، عملت عليك وإن لم تظهر في شوط المباراة الثاني، ولكن الكل بالتمريرة الهدف الجميلة موجودة أمامنا، عملت اللي عليك. كما ذكرنا الكل يجحد همم اللاعبين، الكل لا يتجلى أمامه إلا الهلال، يشجع يؤازر بضراوة. ركلة حرة مباشرة، وكان الله في عونك يا كوكي وكل هلالامي. ملعوب الكرة على هذه الدقائق الصعيبة، ملعوب الكرة تلعب مباشرة في منتصف الملعب، محاولة على حدود منطقة الجزاء، تمريرة ملعوبة إلى أنتي، مرت الكرة من أمام سانتي، اللحاق بها عن طريق بوكادي، كرة مع بوكادي، تمريرة من جانب بوكادي، ومحاولة المرور، التمريرة ملعوبة داخل، البحث هنا عن كرة عرضية، وسيف مساوي يجرح ويداوي في الهجوم ويجرح في الدفاع، سيف مساوي أول بأول إبعاد الكرة الماضية. رمية تماس ملعوبة داخل منطقة الجزاء، ومحاولة مو بعد مباشرة، تمريرة وركلة حرة مباشرة لصالح الهلال. ركلة حرة مباشرة والكل يهتف باسم واحد، هلال هلال، أصوات وهزيل كما ذكرنا تتصدع لها كل مدرمان حتى الآن. كرة ملعوبة ومحاولة، تبعد الكرة من جانب كوليبالي، ملعوبة كرة كوليبالي في منتصف الملعب، نقلة عن طريق كل اللي يلعب الكرة في الأمام، تعود لمنتصف الملعب، بيشا انطلاقة من جانب بيشا والبحث عن تمريرة أمامية، بيشا ألعب أول بأول يا بيشا، مشي الكرة أول بأول. الكل في حالة ترقب، في حالة
التأهب، وكما ذكرنا تتصفح وجوههم لا ترى إلا انتظارا لصافرة الختام، ولا شوق ولا أمنية في البال إلا صافرة الختام للتونس. مباراة اليوم حتى الدور الجماهيري مختلف، حتى الدور الجماهيري مختلف. ذاك الصمت الذي كان يأتي في منتصف المباراة اختفى تماما وتبدل بنبرة مؤازرة، بنبرة تشجيع حقيقية ظل نطالبها وظلت حتى نفوس اللاعبين تطلبها. محاولة ملعوبة وتستخلص الكرة المافية، موعدة من جانب بوكالي، عائدة مباشرة نصر الدين الشغيل، تمريرة من جانب نصر الدين الشغيل، ملعوبة الكرة، نقلة إلى رمية التماس، تمريرة ومحاولة إلى بطاقة صفراء قادمة على وليد علاء الدين، بطاقة صفراء على وليد علاء الدين. مثل هذه الأمور كلاعب صغير يجي بعد المباراة الكوكي همسة ويتم توجيهها لاعب يا دوب ما شاء الله من الأسماء التي ينبأ كما ذكرنا لها بمستقبل كبير بإذن الله في كرة القدم السودانية. هذه الأمور همسة تكون دوما في أذنه ولا تفوت. تمريرة وكرة ملعوبة للقادم من الخلف، كيمواكي يلعب التمريرة مباشرة، بوتينغ يبحث عن كرة عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء والتغطية الدفاعية، محاولة مازيمبي كلها في منطقة الهلال. الدفاع فيما تبقى من وقت وأربع دقائق على الختام، أربع دقائق على الختام. يا من تتابع يا من تناظر، أعنا معاك بالدعوات، أعنا معاك بالدعوات، ولا تنساهم أيضا بالدعوات. ركلة حرة مباشرة وملعوب الكرة مباشرة في الأمام، ملعوب الكرة عن طريق كيمواكي، خطأ كان على مدثر كاريكا، خطأ على مدثر كاريكا. كيديابا يتقدم للأمام وهي دعوة لكل اللاعبين، قال الكل يتقدم للأمام، لو بيده حتى الدك يقول لهم الكل للأمام. حول مرمى الهلال ركلة حرة مباشرة مع الحاضر أمامنا كيمواكي، أطهر في حوار أو مالك محمد في حوار مع اللاعب أسانتي. لعبة بإذن الله تمر أمان والسلام على مرمى الهلال. كيمواكي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، ملعوبة عالية وخروج لليمين ماكسي، خروج لليمين ماكسي. ماكسيم يلعب الكرة مباشرة في الأمام، ماكسيم وليد علاء الدين، كرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، رمية تماس لصالح الهلال. يمضي الوقت ويقترب الأهلة من ثلاث نقاط غالية غالية، وقول آمين. رمية تماس والكرة مع الحاضر أمامنا، أطهر الطاهر يلعب الكرة، أطهر الطاهر تعود إلى أسانتي، أسانتي يلعب الكرة أمامية، وسيف مساوي أول بأول، عشرة على عشرة ما شاء الله تبارك الله، إن كان مالك الطاهر وسيف مساوي كما ذكرنا وهو دفاع الهلال. تمريرة وكرة تعود عن طريق الحاضر أمامنا، أدي يلعبها داخل منطقة الجزاء، تبعد الكرة الماضية تعود لصالح مازيمبي على حدود منطقة الجزاء، أسانتي التمريرة البينية داخل منطقة الجزاء وإلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي، وأعتقد أن الوقت بدل الضائع لن يقل عن خمس دقائق، لن يقل بأي حال عن خمس دقائق. توقف اللعب لأكثر من مرة، إصابة أكثر من لاعب، مناوشات اللي كانت موجودة بين اللاعبين، ألف سلامة. بالسلامة بالسلامة لمدثر كاريكا، ألف سلامة يا كاريكا، وروح رياضية جميلة جدا من الحاضر أمامنا كوليبالي. شو
الهلال على الصعيد الأفريقي كما نعلم مرتين الوصول للمباراة النهائية 87-92، وكل مرة كان يقترب من البطولة، وزي ما بنقول تاوقت البطولة وقربت وتوارت ودارت ظهرها له. نصف النهائي بالنسبة للهلال، الوصول بالنسبة للهلال أفريقيا، وحتى الآن في السيرة أو المسيرة الأفريقية يا كاريكا نوصل الآن إلى بإذن الله إلى نصف النهائي، تكون المرة التي يصل فيها الهلال إلى دور نصف النهائي. كرة ملعوبة، 3 دقائق هو الوقت بدل الضائع بإشارة حكم المباراة وهو قاضي الأمر بكل تأكيد. تمريرة ملعوبة، الكرة مباشرة نقلة ملعوبة للأمام ومحاولة للتقدم ولم يتبقى إلا القليل يا شباب الهلال. تمريرة ملعوبة إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، هو تمريرة ملعوبة مع فراينبونغ، يلعب الكرة فراينبونغ إلى ديارة في منتصف الملعب، عائد الكرة إلى كيمواكي، يلعب كيمواكي في الأمام، محاولة من جانب كيمواكي والكرة داخل منطقة الجزاء. وينك يا مكسيم؟ لعبة حبست معها الأنفاس، حبست معها الأنفاس وتوقف النبض معها الكرة الماضية ومرت بأمان وسلام، مرت بأمان وسلام. ألف سلامة، ألف سلامة لمكسيم، ألف سلامة لمكسيم، وألف سلامة للاعب بولنجي المتقدم كان في الكرة الماضية، أعتقد هو بولنجي أم أسانتي. ألف سلامة، ألف سلامة لكل اللاعبين، ألف سلامة. هو أسالي، أسالي شوف بالإعادة، هنا التدخل كان موجود في الكرة الماضية. الهلال يتبقى له مباراة وحيدة ستكون يوم 9/11 القادم بإذن الله أمام سموحة هناك في مصر، ولكن العبرة في التأهل والواقع من هذه المباراة التي لم يتبقى إلا القليل وإلا لحظات قليلة على أمل التأهل، وبإذن الله بإذن الله تأتي صافرة الختام بل لحن الختام وتستمر هذا الهيئان الجماهيري الموجود أمامنا وهذه الجموع الجماهيرية التي طارت قلوبها شوقا ووجدا على التأهل ومن ثم النظر لما هو قادم. جمهور للأمانة، للأمانة لا كلمات تعلو، لا كلمات تعلو ولا لغة تعلو من خلال ما يقدمه من عواطف، لا لغة تعلو على العواطف الحاضرة الموجودة أمامنا والأمثلة الموجودة أمامنا في التشجيع في المؤازرة لهذه الجماهير التي تمر السنوات ونناجي وندعو بنتمنى بلقب لها إن كان للهلال أو للمريخ بإذن الله. ركلة حرة مباشرة إذن لصالح الهلال. لحظات أخيرة تكثر فيها المناوشات بين اللاعبين، بين اللاعبين، وبطاقة صفراء، بطاقة صفراء مباشرة تأتي على الحاضر أمامنا في الصورة. كيمواكي، كيمواكي بطاقة صفراء، ومن الساقط على أرضية الملعب هو فن. يعني لحظات أخيرة هي لصالح الهلال في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان من الحكمة عدم السقوط في اللحظات الأخيرة من المباراة، خصوصا إذا ما كنت أنت المتقدم، خصوصا إذا ما كنت أنت المتقدم. دائما ما ينصح كثير من اللاعبين عدم السقوط في اللحظات الأخيرة أو إضاعة الوقت خصوصا في اللحظات الأخيرة من عمر هذه المباراة. كاريكا يجد تحية ويقدمها للجماهير، وبإذن الله تكون تحية الانتصار يا كاريكا. لم يتبقى شيء من عمر هذه المباراة. كرة ملعوبة أمامنا وحارس المرمى ماكسيم أحد رجالات هذه المباراة يلعب الكرة في الأمام. ماكسيم ملعوبة الكرة من جانب ماكسيم تعود في منتصف الملعب، تمريرة لصالح الهلال ملعوبة
اللي على امام الكره تعود الى كوليبالي، كره لصالح الهلال، لصالح الهلال. ركله حره مباشره، ملعوب الكره الى خارج ارضيه الملعب. وفي هذه اللحظات، في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، يعلن حكم المباراه ختام هذا اللقاء بانتصار غال لصالح الهلال، انتصار لا يجد الا سجود اللاعبين. وكما قال علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، الارض لا تنسى جباه الساجدين، والليل لا ينسى انين العابدين، ودعوات المحبين من جانب الهلال التي تحققت بانتصار غال وصداره غاليه لصالح الهلال دائما كما يقال. أدرى بفرسانها، أداء جميل جدا من الهلال على أقل تقدير في شوط المباراة الأول، حقق الأهم وحقق المهم وحقق مبتغاه بهدف جميل فيه جماعية الهداء، جماعية الأداء، ثلاثية غالية جدا جدا لصالح الهلال، ومباراة ظلت معلقة عليها الآمال بصورة كبيرة جدا من قبل الجماهير السودانية. وعند الرهان تعرف السوابق، فشكرا للاعبي الهلال على تقديم أجمل هدية لهذه الآلاف الحاضرة، إن كانت خلف الشاشات أو داخل أرضية الملعب. شكرا على هذا الأداء، ألف مبروك لصالح الهلال، مبروك للمريخ يوم الأمس، ومبروك للهلال يوم اليوم، وبإذن الله القادم أجمل وأجمل من خلال هذه البطولة التي تعلق عليها الكرة، جماهير الكرة السودانية آمالا كبيرة. بهذه الفرحة لهذه الجماهير الحاضر أمامنا، ما أجمل من ختام